مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطول الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الرائعة. يعتبر الفيل من أكثر الحيوانات إثارة للإعجاب في عالم الحيوانات، بالإضافة إلى حجمه الهائل فإن هناك العديد من الخصائص والمميزات الأخرى لهذا العملاق الرائع. حتى أن هذه الحيوانات والتي تعيش في هذه المناطق المزدحمة بالحيوانات المفترسة القاتلة تمكنوا من البقاء على قيد الحياة مع أشد أنواع التحديات. تتمتع الأفيال بحجم وقوة مذهلة مما يمنحها ميزة كبيرة في المواجهات مع العديد من الحيوانات المفترسة الأخرى. وعلى الرغم من أن هذا التفضيل الطبيعي للفيلة هو تجنب المواجهة المباشرة مع هذه الحيوانات، إلا أنها قادرة في ظل ظروف معينة على قتل الحيوانات المفترسة في مشاهد تحبس الأنفاس، إذ يمكنهم استخدام جذعهم ورأسهم وأنيابهم للهجوم على هذه الحيوانات. وفي بعض الحالات يمكن أن تكون هذه الأسلحة مجتمعة قاتلة في العديد من الهجمات، تماما كما حدث في هذه الحالة حيث هاجم تمساح الحيوان الخطأ وأصبح في موقف صعب للغاية. تظهر هذه المشاهد المذهلة اللحظة التي شوهد فيها تمساح يتأرجح حتى الموت على يد فيل كبير. حاول التمساح مهاجمة الفيل لكنه كان في الأخير من عانى من عواقب هذا الهجوم. كان الحيوان العملاق يدوس فوق التمساح ويسحقه حتى الموت. كانت قوة الفيل وحشية رغم أن التمساح هو الحيوان الكبير والقوي، إلا أنه لم يستطع الهروب والنجاة ليقتل في مشهد يحبس الأنفاس. في هذه المرة لم يختار هذا التمساح الحيوان الذي هاجمه جيدا، وانتهى به الأمر بخسارة حياته من أجله. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دعم وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.